أولاد، صار الصبح، قوموا الفطور جاهز. بتقولي لك نصي الحلو طيب ساعديني يلا تعوا مشان تفطروا. يلا ناطرتكن أنا. هو نصي الحلو ونص الحلو عم يتناقشوا بالقصة تبع الخمسين بخمسين. شو؟ أنا بقول لك مبارح كان في اتفاقية خمسين بخمسين وكنا عم نحكي فيها، بس ستي بهالاتفاقية أنت رح تكوني معي مشان ما يقول إني غشيت أو ضحكت عليه. أول شي تعوا افطروا. تنو، قصة الخمسين بخمسين زبطت، انبسطي. أهلي، منيح أنكم اجيتوا هلأ. تعرفوا ليش؟ لأنه أنا اللي عملت الفطور، وبعد ما تفطروا فيكن تعملوا يلي بدكن إياه. أنت عملتي فطور؟ هلأ لحسيت بالجوع بعد ما سمعت أنه أنت اللي ساويتي هالفطور. عن جد كتير جوعان هلأ. إذا بيجيني شغل الدنيا بقلن أنه أول شي لازم أكل وبعدين بشتغل. منيح هيك؟ يلا يلا على الفطور، الحقوني لألكن.